حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من استرضاء المجتمع الدولي للنظام الإيراني وتكرار محاولة المجتمع الدولي في الماضي من التعامل بطريقة خاطئة مع هتلر. وقال الجبير على هامش مؤتمر حوار المنامة: يجب أن تفهم إيران أن العالم يقف متحدا ضدها وضد أفعالها، لذلك إذا ما أردنا منطقة مستقرة ينبغي أن يتحد الجميع. وتوضيح أن سلوك الإيرانيين لن يكون مقبولا حسب قوله.